الرياضة مهمة لينا كلنا سواء بنت أو ولد، مفيش رياضة مش مناسبة للبنات. من حقي إن أنا أشتغل في أي مجال وفي أي مكان لأن أنا عندي مؤهلات، مش عشان أنا أنثى أو ست يبقى أنا مشتغلش. تربية الأولاد مسؤولية مشتركة مش دور الأم بس. باخد قراراتي بعقلي مش مشاعري اللي بتسوقني.